طب قولي لي بقى، الاستاكوزا النيلي غارت من جريت منك، جريت منك ليه؟ بصي، اللي تفهم الموضوع ده بدارة، عشان دي اسكندرانيه. الناس كلها قالوا يا جايه غاليه، يا ليلك يا كرامك حطيت الاستاكوزا في الحله صاحيه. يا ناس، ما هو ما ينفعش، الاستاكوزا حلاوتها بتتحط صاحيه، صح، لانها ما بتموتش، وان ماتت بيبقى ملهاش لازمه. ملهاش لازمه غير كده، علميا اصلا بتفرز مواد سامه لما بتموت، صح. غير السمك، السمك انت ممكن تاكليه ميت، صح. استاكوزا استحاله، ولا هي بضاره. والكابوريا والكابوريا والجمبري لازم صاحيه، تطلع كده صاحيه، تروح على طول يا اما في الحله يا على الشوايه وتملحي. اللي ما يعرفش ده بقى، احنا بنعرفه، صح. واللي ما يعرفش يقول ده حسسوها ان هي قتلت قتيل. حتى الاستاكوزا بتمشي. ده هو حلاوتها ان هي طازه. في ناس كتيره قوي ما بتحبش تاكل الاستاكوزا بالظبط عشان الموضوع ده، ان هو فعلا لازم الكابوريا نفس القصه، والكابوريا نفس الموضوع، تطلع من الحله ونرجعها ونحط التوابل ونغطي عليها، صح. لازم لا ده. وبتشتريها بتجيلك صاحيه، بتلاقيها تتحرق. لو ما جاتش صاحيه برجعها واجيبها صاحيه. ما لازم، اما بتموت ده فعلا بيبقى بتفرز مواد سامه. انت عارفه بدريه، انت اسكندرانيه واديكي في البحر وفي السمك وفاهمه. ده لازم. اللي طلع بقى يقول لك يا لهوي غاليه عملت الكابوريا صاحيه، غاليه مش عارفه ايه، مش عارف. ولقيت لك يا اختي بعد عنك النسوان بتشد في شعرها، وكل قلت بس ده اكيد بيعملوا كده. القاتله كل واحده بتعمل كده عشان تروح تترمي في حضن جوزها. ايوه. لا 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 يا اختي ما تخافيش. واخدينك سكه. عاملين لي معديه.